كتير منا بيعانوا من مشاكل أوجاع بالظهر. أسباب كتيرة ممكن تسبب هالمشاكل، ومن هالأسباب هي طريقة قعدتنا الغلط نحن عم نشتغل على اللابتوب بالمكتب، أو وضعية جسمنا نحن عم نشيل غلط كتير من الأرض. وهلأ رح نبلش بأول تمرين. أول تمرين اسمه الكوبرا ستريتش. بهيدا التمرين بدكن تنام على بطنكن، كف إيدكن يكون متجه على الأرض، وكوعكن قريبة من جسمكن، وبعدين بلش تطلع بعضلات ظهركن لفوق وبتطلع قد ما فيكن. بعد ما خلصنا من أول تمرين رح ننتقل للتمرين الثاني. التمرين الثاني اسمه ني هاجز. بهيدا التمرين بدكن تناموا على ظهركن، ترفعوا ركبكن، تقربوهن على بعض، بعدين تسكروا ايديكن عليهن، تقربوهن نحو صدركن قد ما فيكن. تضلكن بهالوضعية من 10 لـ15 ثانية. مثل ما شفتوا تمارين كتير سهلة بتقدروا تعملوها لحالكن وين ما كان، أكيد رح تساعدكن انه تتخلصوا من وجع الظهر. وهي كانت نصيحتنا لليوم، وأنا بشوفكن بالفيديو الجاي.